صدقا المواطن الفلسطيني هو بيعاني كثير في منطقة الأغوار. لو طلعنا للسنوات السابقة كان جزء كبير من المنتوج الزراعي الفلسطيني هو من منطقة الأغوار، إلا أنه اليوم لما بزورهم وللأسف أرض جرداء وما في موجود حتى المي اللي يشربوها. فلذلك أنا بتمنى من جميع المؤسسات وجميع المسؤولين بدعم جميع الإخوان والمواطنين الموجودين في منطقة الأغوار والمناطق المحاذية للنهر والبحر. يعني ملاحظة سيد عبد الكريم للمشاهدين، 60,000 نسمة من سكان الأغوار يسيطرون فقط على 6% من مساحة الأغوار، بالتأكيد واقع صعب للاحتلال، ولا يمكن أيضا لهؤلاء المواطنين وكافة مواطني الضفة الغربية الوصول إلى مناطق أخرى في البحر الميت بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه. سيد عبد الكريم، يعني تطالبون أنتم بتعديل اتفاقية أوسلو المائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برأيك كيف تعتبر هذه الاتفاقية مجحفة بحق الفلسطينيين، وما الذي تطالبونه بتعديله أو تطالبون بتعديله من بنود هذه الاتفاقية؟ صدقا هي الاتفاقية هي مجحفة بحق الشعب الفلسطيني بأسره، إلا أنه إحنا اليوم ضمن الدراسات اللي بنقوم فيها نتيجة وجود خبراء وناس مختصين في هذا الجانب وبدعم ومساندي من عدد من أعضاء حركة السلام الإسرائيليين يقومون بالضغط على الجانب الإسرائيلي، وعبر الكنيسة تم العمل على هذا الموضوع من المشاركين الإسرائيليين بأنه إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، لأنه إحنا لا نملك أي شيء من هاي المياه. يعني أنت بتشوف وبتلاحظ أنه المواطن الفلسطيني مش لاقي المي اللي يشربها، إلا أنه المواطن أو المستوطن الإسرائيلي اللي بجانب المواطن الفلسطيني ينعم بالمياه وبكثرة المياه، بيزرع وبيسقي وبيشرب وبيعمل كل اللي بده إياه، إلا أنه المواطن الفلسطيني لم يملك أي شيء. وإحنا ضمن الدراسة تاعتنا رح يكون في عنا ورقة سياسية رح نقدمها للجهات المسؤولة، لوزير المياه الدكتور شداد العتيلي والناس المختصين في هذا الجانب لإطلاعهم على ما توصلنا إله في هاي الدراسة، ونتباحث في هذا الجانب ولن نتجاوز سلطتنا الوطنية الفلسطينية في جميع دراساتنا، إلا أنه إحنا بنطلعهم أول بأول على جميع هاي الأمور. سيد عبد الكريم، أوجه إليك سؤالي الأخير، هل تطلعنا على المشاريع القادمة لكم في مركز التطوير المائي والبيئي؟ من ضمن المشاريع اللي إحنا بنشتغل عليها هي في مجال المياه والبيئة. المشروع الأول هو إعادة الحياة لنهر الأردن. وإعادة الحياة لنهر الأردن هي إعادة الحياة للبحر الميت، لأنه جزء لا يتجزأ من بعضه. المياه الموجودة بالنهر هي بالتالي بدها تصل البحر. المشروع الثاني حول إعادة استخدام المياه المعالجة للزراعة، لأنه في عندنا كميات كبيرة من الجانب الإسرائيلي تلقى في نهر الأردن وفي الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مياه المجاري في السلطة الفلسطينية الغير معالجة، ولا يوجد هناك إلا محطة واحدة تعمل في محطة تسمى محطة البيري، وينتج منها كميات كبيرة من المياه معالجة. فمطلوب منا أن نستغل هاي المياه للزراعة بدل من هدرها، وبالتالي كمان في عملية المعالجة اللي بتتم هي إحنا بنحافظ على المياه الجوفية في داخل الأرض خوفا من وصول التلوث إلها. هناك مشاريع أخرى تنفذ عبر المدارس لتوعية أبنائنا في المدارس حول البيئة والمياه، ويوجد لنا مركز في منطقة العوجة باسم مركز غور الأردن، المركز الأول في فلسطين الذي يقوم بتعليم البيئة في فلسطين. نعم سيد عبد الكريم، بالتأكيد هذه لفتة رائعة من قبلكم في العمل بهذا الجانب وتثبيت صمود المواطن الفلسطيني في هذه المناطق وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باستنزاف والسيطرة على خيرات الوطن الحبيب. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الكريم شريتح، مدير مشروع نهر الأردن في مركز التطوير المائي والبيئي، كنت معي مباشرة من بيت لحم. شارك الاتحاد العام مشاهدين لنقابات عمال فلسطين في مؤتمر دافوس 2011، وخلال المؤتمر تم عرض الرؤية الفلسطينية للعدالة الاجتماعية ودور المرأة العاملة وعدة قضايا أخرى. ما أهمية المشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر، وما الذي سيعود بالنفع على العامل الفلسطيني من خلال المشاركة في هذه المؤتمرات؟ للإجابة مشاهدين عن هذه الأسئلة وغيرها ينضم إلينا من نابلس مباشرة السيد شاهر سعد الأمين،
العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين. مساء الخير لك سيد شاهر، بداية ما أهمية المشاركة الفلسطينية في مؤتمر دافوس 2011؟ مساء الخير لك ولكل الأخوة المستمعين والمشاهدين. طبعا مؤتمر دافوس الاقتصادي والذي يعقد سنويا في دافوس هو مؤتمر تشارك فيه كافة تقريبا القيادات الاقتصادية والمخططة للاقتصاد، وإلى جانبهم قادة دول العالم تقريبا بمجموع لا يقل عن 70-75% من قادة دول العالم يشارك هذا المؤتمر. هذا المؤتمر من ضمن ما يقوم به هو الاطلاع على السياسات العامة لكل دولة، ويأخذ بالرأي والمشورة من كافة القيادات السياسية المشاركة، لأن تقريبا المشاركة تكون إما ممثلة بالرئيس أو رئيس الوزراء أو يعني ملك أو ملكة هذه الدولة أو تلك الدولة الأخرى. نحن يعني كان وجودنا في المؤتمر بناء على دعوة من المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في جنيف للمشاركة فيه. تم دعوة 7 من قادة الحركة النقابية في العالم، كانت رئيسة الوفد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم. نحن استمعنا إلى السيد رئيس المنتدى ووضعنا بصورة ما سوف يقوم هذا المؤتمر بتوصيات مختلفة تتناغم، والتوصيات التي تتحدث بها الحركة النقابية في العالم، كمثلا على سبيل المثال إيجاد وظائف خضراء أو لائقة للعمال والعاملات، كذلك الحد الأدنى للأجور، الضمان الاجتماعي، الصحة والسلامة في أماكن العمل. يعني سيد شاهر، الواضح أن أهمية سياسية وكذلك اقتصادية كبيرة لفلسطين من وراء مشاركة وفدها في هذا المؤتمر. حدثنا سيد شاهر عن تفاصيل المؤتمر، الأوراق التي طرحت خلال هذا المؤتمر. يعني صحيح أن مؤتمر دافوس الاقتصادي وما طرح به ومن تحدث به يعني صعب جدا ممكن في هذه الحلقة أنه يتحدث عنه، لأنه كان الحديث تقريبا اللي تحدث أكثر من 45 رئيس دولة ويعني وعدى الوزراء وعدى السياسيين والمرشحين الوزراء كالإخوة اللي كانوا يمثلوا الربيع العربي في هذا المؤتمر. في هناك يعني عدد كبير جدا منهم كان متواجد، كعمر موسى على سبيل المثال كمرشح للجمهورية المصرية، أو أبو الفتوح المرشح للجمهورية المصرية، وكرئيس الرئيس الجمهورية التونسي. فكان في حديث كبير جدا، لكن يعني إلى جانبهم طبعا كان يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور سلام فياض بصفته رئيسا للحكومة الفلسطينية، وكذلك تحدث طبعا في المؤتمر وكانت له لقاءات. لكن أهم الأوراق التي كنت يعني أنا شخصيا يعني أطلع عليها من خلال وجودي في المؤتمر، كان بهمني أن نوصل رسالتنا كعمال فلسطينيين أولا للمعاناة التي تعانيها الطبقة العاملة الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، والتي ينجم عنها نتيجة هذه السياسات هجرة العمال إلى خارج الوطن، والأعمال المذلة للعمال إن كان في المستوطنات أو داخل الخط الأخضر، وكيفية التخلص منها بإيجاد مشاريع حقيقية استثمارية في فلسطين. كذلك يعني تحدثت عن المرأة والدور الضعيف في للمرأة في القوى العاملة، وهذا ناتج عن مستوى الفقر والبطالة بين صفوف الطبقة العاملة. سيد شاهر، أفهم من حديثك أنكم عرضتم معاناة العمال والعاملات الفلسطينيات بشكل عام خلال هذا المؤتمر على الملأ. طبعا يعني تحدثنا هذا الموضوع، يعني كان
كان بشكل واضح يعني تم الحديث عن المعاناة، وكان لدي يعني وثائق يعني قمت بعرضها على الوفود وإعطاء من هذه النسخ للوفود المشاركة في المؤتمر. يعني هذا كان يعني إلى جانب مشاركتنا أيضا بالحركة النقابية العالمية بالتطلعات والآمال التي تتطلع إليها الحركة النقابية العالمية في العالم. هل من توصيات سيد شاهر خرج بها المؤتمر بالتحديد تخص فلسطين والعامل الفلسطيني، توصيات ونتائج محددة في هذا الجانب؟ لا يعني لا يوجد هناك بيانات ختامية، لا يوجد هناك توصيات بتحد دولة، ما لأن التوصيات هي لكل الدول، مثلا كالحد الأدنى الأجور، طريقة تطبيق الحد الأدنى الأجور والعمل اللائق وحماية العمال في أماكن العمل وصحة والسلامة المهنية لهم والوظائف الخضراء، وهذا الموضوع هذا كان يعني بشكل عام وليس فقط لفلسطين. وأيضا تم نقاش على سبيل المثال كيف يعني الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والعمالي في العالم، كيفية يعني النمو، كيفية النمو في العديد من الدول. لكن يعني احنا الجميع تفاجأ يعني أن النمو والانكماش الاقتصادي والأزمة المالية العالمية هناك يعني تضرب، وخاصة في أوروبا والعديد من دول العالم. ويعني بصراحة إذا بدك تطلع على كل المجريات وعلى كل الأحاديث، وخاصة بعد اجتماعنا مع رئيس البنك الدولي، أنا بقدر أحكي لك يعني أن الوضع ليس بالسهل على الإطلاق، لأنه في هناك يعني مطلوب 150 مليون وظيفة عمل فورية من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية أو لتخفيف الأزمة المالية العالمية. سيد شاهر، يعني يعني نعلم أن الموضوع شائك وفعلا يمكن الحديث به بأكثر من فقرة واحدة. بالتحديد هنا لو تحدثنا بشكل عام عن المؤتمرات الاقتصادية العالمية، كيف تستفيد فلسطين اقتصاديا من هذه المؤتمرات؟ يعني انا بدي احكي لك يعني بصراحه، وانا حكيت يعني انا الدعوه التي وجهت لي وجهت مباشره من المنتدى الاجتماعي كما تحدثت لك مباشره، لكن للاسف يعني انا شفت هناك ضعف في الحضور الفلسطيني. يعني المفروض انه يكون في هناك يعني عدد اكبر مشاركين في هذا المؤتمر، وخاصه من القطاع الخاص، من اجل الحديث عن اوضاعهم، من اجل ايضا عرض برامجهم الاقتصادية، عرض استثماراتهم على الدول المشاركة. يعني ما لاحظت انه في هناك وجود لا يعني مستثمرين فلسطينيين، ما لاحظت وجود لرأس المال الفلسطيني في هذا المؤتمر، بالرغم انه كان في هناك كبرى شركات العالم متواجدة في هذا المؤتمر ولها حضور. يعني ما بعرف يعني شو السبب. يعني سيد شاهر، هل وجهت لرجال الأعمال الفلسطينيين والشركات الفلسطينية دعوات لحضور المؤتمر، أم أنها فعلا وجهت وهم لم يذهبوا ويشاركوا في هذا المؤتمر؟ والله أنا صدقني لا أعلم يعني هل وجهت لهم أو لم توجه لهم دعوات. نعم، قد يكون يعني تقصير من قبل يعني المشرفين على المؤتمر سيد شاهر، بس ما برضو ما ب... ما أنا ما يعني بدي أحكي بشكل واضح. أنا شفت كتير من المستثمرين اللي بحكي لك من الشركات العالمية يعني متواجدين في هذا المؤتمر، كتير من محافظين البنوك اللي يعني متواجدين في هذا المؤتمر. مثلا على سبيل المثال يعني كان من ضمن المشاركين في قوة لتحليل الأزمة المالية في العالم محافظ ما يسمى محافظ بنك إسرائيل، فمتواجد هناك. يعني مش معقول يعني إنه رأس المال أو القطاع الخاص، أنا ما بعتقد إنه مش معقول إنه ما يندعوا لمثل هيك مؤتمر، لما بتكون شركة مثل شركة الكوكاكولا في العالم أو شركة نسلة في العالم أو شركة من الشركات الضخمة جدا متواجدة، لا أعتقد زي شركة بيل جيتس للكمبيوتر والإلكترونيات ولا مؤسسات
داعمة في العالم، يعني كل هذه المؤسسات متواجدة. ما بعتقد شو مسألة الضعف، يعني الضعف يعني سيتشار بالتأكيد فائدة اقتصادية كبيرة ستعود على يعني فلسطين من خلال مشاركة المؤسسات الفلسطينية وكذلك رجال الأعمال الفلسطينيين. سؤالي الأخير لك سيد شاهر، هنا في فلسطين داخل حدود الوطن، ما مدى اهتمام المؤتمرات بالعامل والعاملة الفلسطينية، وهل تسعون لاستضافة مؤتمر دولي داخل فلسطين؟ والله سؤالك كتير يعني مهم. يعني أنا بصراحة يعني تحدثت مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم، والإخوة اللي شاركت إلى جانبهم في مؤتمر دافوس، بضرورة أن يكون هناك يعني مؤتمر لدعم الطبقة العاملة الفلسطينية في فلسطين. هذا المؤتمر يعني اقتراحي أن يعقد في شهر حزيران، في شهر تموز آب القادمين، يعني بتم الاتفاق عليه كخطة من أجل دعم العامل والعاملة الفلسطينية هنا في فلسطين. لأنه يعني اللي شفناه في دافوس لا يمكن أن نحصل على نتائج إيجابية لصالح الطبقة العاملة الفلسطينية بهذا الحجم من المشاركة، لأن المشاركة هي رسم سياسات كانت في دافوس، بس لكن نحن نحتاج إلى يعني دعم فوري من هؤلاء الممولين والمستثمرين. لهذا السبب يعني تحدثت معهم على ضرورة أن يكون هناك مؤتمر اقتصادي في فلسطين ترعاه الحركة النقابية العالمية من أجل دعم العامل، وهدفه دعم العامل سيد شاهر. إن شاء الله في فلسطين سنشاهد فعلا هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي يعقد على أرض فلسطين. بالتأكيد هناك حراك اقتصادي كبير من خلال المؤتمرات التي تحدث داخل الوطن وكذلك من خلال المؤتمرات الدولية وبمشاركة فلسطينية للشركات ورجال الأعمال الفلسطينيين. أشكرك جزيل الشكر السيد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، كنت معي مباشرة من نابلس. خلي زادك من طحين بلادك. شركة مطاحن القمح الذهبي، فخر للفلسطينيين. خلي زادك من طحين بلادك. خلي زادك من طحين بلادك. مطاحن القمح الذهبي بيرزيت، تليفون رقم 02-281-813 02-281-814 أو اتصلوا على الرقم المجاني 1800-444-555. نلتزم بجودة ما ننتج. صنع في فلسطين. فوز مش كل الهدف، الخسارة مش نهاية الهدف، والهدف في الأصل حلم، والحلم بيبدأ بخطوة. حلم يبدأ بخطوة ويكبر بخطة مرسومة بتركيز ودقة، تتحسن مع الوقت، العزيمة، الإصرار والتمرين بيتحقق فيها إنجازات تذكر على مر السنين، بنتخطى فيها الصعب، بنتخطى فيها الصعب ونتحدى فيها المستحيل. الهدف مش مجرد وصول الهدف، الطريق للهدف هو الهدف.
الجوال راعي المحترفين. وجدان وريشة ولوحة مشاهدينا هي كل ما يحتاجه الفنان التشكيلي ورسام الفلسطيني محمد الشلبي ابن مخيم جنين الذي امتدت لوحته الذاتية حتى عبرت أكثر من محافظة من خلال الجداريات التي وضع بصمته عليها، كما وضع بصمته مشاهدينا على كثير من اللوحات التي شاركت في 8 معارض حتى الآن. لمزيد من التفاصيل عن هذه الإنجازات ينضم إلينا مباشرة من نابلس الفنان التشكيلي محمد الشلبي. مساء الخير لك محمد. في آخر ملفات فلسطين هذا المساء، بداية جداريات لك في كافة محافظات الوطن، حدثنا عنها وعما تحمله من رسائل. مش سامع